tra 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 tra. Ay, la alegría del valle y con su viene estaba su viene Elizabeth. En la alegría del valle y con el viento de hermana, viento del mar viene de tocao, viento del mar viene de tocao. Ay, ay, tú que manda un capata, manda un callao al pueblo entero.
الفئة الأولى المجموعة جيم مهرات بعمر كلاس 1 سكشن سي. The judges of this class, Judge A, Miss Fayette Brunger, Judge B, Mr. Peter Birch, Judge C, Mr. Thomas Trachansky, Judge E, Mr. Gaydon Riesel, Judge F, Mr. Christian Moschini, and the ringmaster, Mr. Waleed Al-Haddadi and Mr. Gerard Aubin. تغادر المهرات وبعد قليل نستقبل أولى المهرات. نتمنى التوفيق للجميع. Good luck to all those contenders. We are about to start class 1C with the first fillet in. First to go. أنا أولى المتنافسات مهرة من بين المهرات المتنافسة في الفئة الأولى جيم، والمهرة اللي أمامنا وكل المهرات، المهرة اللي تعجب القلب والعين أصيلة من حسن ربي بهاها من صغرها ما دوجت في البساتين مصيونة من طيب راس قناها، المهرة مدللة ومعطرة بالرياحين هي منوة اللي ما يبدل سواها، إذا قبلت هيبة شيوخ وسلاطين، وإذا دبرت غار الزهر من خطاها، وإذا ضحكت تضحك معها ملايين، وإذا زعلت كل يدور رضاها، وإذا حضرت ترجح جميع الموازين. يا حي والله عطاها، يا أخوك ما مثله من الغيث شكلين، هذه مهرة هنا روحي وهنا جواه. Thank you. Next piece, المهرة التالية. Oh,
بسم الله نبدأ مع أول النتائج. المهرة رقم 38 أم زد رفيقة من الأب أي زد عزوان والأم كيو آر أندريا. المالك سيد خليفة عبد الله محمد النعيمي دولة الإمارات العربية المتحدة. الهوية العربية لرفيقة 19.5 19.5 19.5 19.5. الرأس والعنق 3 مرات 19.5 19.5. الجسم وخط الظهر 17.5 و4 مرات 18. القوائم 15.5 من 5 حكام. الحركة 2 18.5 19 18.5 19. المجموع 90.80%. Total of 90.80 on the screen for the first filly MZ رفيقة owned by Mr. Khalifa Annaini, United Arab Emirates. Thank you. Next, please. المهرة اللي بعدها. نتيجة دوحة السيد للمالك مربط السيد للخيل العربية الأصيلة. Results of دوحة السيد owned by سيد ستادز. النوع تايب 18.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19. الرأس والعنق head and neck 18.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5. الجسم والظهر body and top line 18 18 17.5 18 17.5. double 18 17.5 18 17.5. القوائم leg 15 للجميع for all anonymous 8 15. الحركة movement 18.5 للجميع أيضا for all 18.5 بمجموع 89.60 total points 89.60. Thank you.
حتى الآن إذا 90.80 تضع أمزد رفيقة في المركز الأول مبدئيا، ودوحة السيد ب 89.60 تأتي في المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة المهرة التي غادرتنا قبل قليل. النتيجة التالية لسحاب A من الأب ألكسندر والأم زورايدا ديلوك لمربط آسر الخيول العربية للمالك سيد محمد بن سحمان العلي السبيعي المملكة العربية السعودية. هوية العربية لسحاب 18 و4 مرات 18.5، الرأس والعنق 18 19 18 18 18.5، الجسم وخط الظهر 17.5 مرتين 17 مرتين 17.5، القوائم 15 15.5 15 16 15، الحركة لسحاب A 18.5 مرتين و18 3 مرات، المجموع 87.60%. 8764 سحاب A on the screen. Next, Philip, please. المهرة اللي بعدها. نتيجة أنغام الكامل للمالك صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مربط أكمل. Result of أنغام أكمل owned by His Royal Highness Prince عبد المجيد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود. أكمل ستادز النوع تايب 19 19 19 18.5 19، تريبل 19 18.5 19، الرأس والعنق هيد أند نيك 18.5 19 19 18.5 19، 18.5 double 19 18.5 19، الجسم والظهر body and top line 17.5 18.5 17.5 17.5 17.5 18، القوائم leg 16 16 15.5 16 15.5 double 16 15.5 16 15.5، الحركة movement للجميع 19 unanimous for all 19، total points 90.40 بمجموع 90.40.
المهرة التالية نتيجة تالية المهرة رقم 42، لكن دعونا الآن نستقبل مهرة أخرى. Next in the arena please. ننتقل لدرجات المهرة رقم 42 بشاير الحميدة ام اتش اف من الاب اي جي دينار والام انيسة الجاسمية المالك مربط الحميدة ام اتش اف للاستاذ محمد عبد الفتاح. هوية العربية لبشاير 18 مرتين 18 ونص 18 مرتين الرأس والعنق 18 ونص 3 مرات و 18 مرتين الجسم وخط الظهر 17 ونص مرتين 17 ونص مرتين القوام 15 و3 مرات 15 ونص و 15 الحركة لبشاير مرتين 18 18 ونص مرتين 18 المجموع 87.20 87.20 on the screen please for filly number 42 بشاير الحميدة 87.20. سلمى وابل للمالك صالح عبد الرحمن صالح الوابل result of سلمى وابل owned by Mr. صالح عبد الرحمن صالح الوابل النوع تايب 19-19-19-18.5-19 triple 19-18.5-19 الرأس والعنق head and neck 19-19-19-18.5-19 triple 19-18.5-19 الجسم والظهر body and top line 17-17-17-17.5-18 quarter 17.5-18 القوائم leg 16-16-15-16-16 16.5-16-15.5-16-16 الحركة movement 19 للجميع for all 19 وبمجموع 90.40 total points 90.4
نتابع أعزائي مع درجات المهرة رقم 45 وهي دي نجلة من الأبدي سراج والأم ألي فلامينغا وهي ملك مربط دبي للخيول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة. ونبدأ مع درجات الهوية العربية لدي نجلة 4 مرات 19.5 و20 الرأس والعنق 19 و4 مرات 19.5 برافو الجسم خط الظهر 17.5 18.5 و3 مرات 18 القوائم مرة 15.5 و4 مرات 16 الحركة 20 و4 مرات 19 دي نجلة عفوا 20 و4 مرات 19.5 إذا مجموع دي نجلة 92.50 أعلى مجموع من بداية المهرجان ما شاء الله 92.50 It's the highest score since we started It goes to field number 45 For Dubai Arabians UAE دي نجلة 92.50 Thank you. We're ready for another contender. Next, please. المهرة اللي بعدها. تابع مع درجات المهر رقم 46 عين شادن للأب فهد التنهات والأم ألسة ملك السيد مشاري المنصور مملكة العربية السعودية الهوية العربية لهذا المهرة 18.5 18 18.5 ومرتين 18 الرأس والعنق مرتين 18 18.5 مرتين 18 الجسم وخط الظهر 18 17.5 3 مرات 18 القوائم 15 و4 مرات 15.5 الحركة لشادن 18.5 18 18.5 مرتين 18 المجموع 87.8 87.80 total points of filly number 46 E.B. Shadden on the screen 87.80 Can we have the next please المهرة اللي بعدها
نتيجة دانة اليمين للمالك أيمن بن حسن بن حمد الرفاعي الجهني مربط اليمين. Results of دانة اليمين owned by Mr. أيمن بن حسن بن حمد الرفاعي الجهني اليمين ستات. النوع تايب 18.5 19 18.5 19 18.5 19 18.5 19. الرأس والعنق head and neck 18.5 19 18.5 19 18.5 19 18.5 19 19. الجسم الظهر body and top line 17.5 18 17.5 18 17.5 18 17.5 18 double 17.5 18. القوائم leg 16 16 15 16 15 double 16 15.5 16 15.5. الحركة movement 18.5 للجميع unanimous for all 18.5 وبمجموع 89.60 total point تابع مع درجات المرة رقم 48 برهاني المعود من الأب رعود البداير والأم برهاني شريفة ملك مربط هامات للخيل العربية الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن سليم مملكة العربية السعودية. هوية العربية لبرهاني 18.5 أربع مرات و19. الرأس والعنق 18.5 18 مرتين 18.5 19. الجسم وخط الظهر 17.5 18 17.5 ومرتين 18. قوائم مرتين 15.5 15 16 15.5. الحركة 18 ثلاث مرات 18.5 ومرة 17.5. يصبح المجموع 88.60%. A total of 88.60 for filly number 48 on the screen برهاني المعود 88.60. Next please. المهرة اللي بعدها
نتيجة ميمونة كيتش للمالك عمر بن خالد الهويدي. Result of ميمونة كيتش owned by Mr. عمر بن خالد الهويدي. النوع تايب 18.5 18 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
Anonymous for All 18. الجسم والظهر Body and Top Line 18-17.5 18 Quarter 17.5 القوائم Leg 15.5 16-15.5 Treble 15.5 16-15.5 الحركة Movement 18-18 Quarter 18-17.5 Total Point 87.30 بمجموع 87.30. تابع مع درجات المرة رقم 51 أنجي عزيزة من الأب عمير الهواجر والأم زد تي فاشكولود للمالك مربط المباركات لساد حاتم لذيابي. هوية العربية 18 ونص 18 مرتين 18 ونص 18. الرأس والعنق 18 مرتين 18 ونص 18 مرتين. جسم وخط الظهر 18 17 ونص مرتين 18 17 ونص. القوائم 4 مرات 15 وأخيرا 14 ونص. أما الحركة 4 مرات 18 ونص و18. المجموع 87.40 87.44 فيلي نمبر 51 أنجي عزيزة. إذن أعزائي حسب قوانين التعادل لدينا تعادل كامل ما بين المهرتين 41 و43، تعادل في المجموع، تعادل في الهوية العربية، وتعادل في الحركة. وبالتالي حسب قوانين التعادل رح يتم اختيار أحد الحكام بالقرعة ويتم إرجاع المهرتين إلى أرض الميدان، وهذا الحكم رح نعلن عن اسمه بعد قليل، هو اللي رح يحدد المركز الأفضل بين هالمهرتين. So we have a full tie for two fillies, number 41 and 43, with full tie, meaning that it's the full tie with the score and the type and movement. So can we have filly number 41 and 43 back to their arena? And we're doing now a draw for the name of the judge. Okay, she's here already. So Judge A, Miss Fayette Brinje, will do her preference. تم اختيار الحكمة أي بالقرعة وراح تفصل بين المركزين. نتيجة رقم 53 هلالة الريح للمالك حمد بن عبد الله المناع مربط الريح. Result of هلالة الريح on by Mr. حمد بن عبد الله المناع الريح استاد. النوع
تايب 18.5 18.5 18 18 18 دبل 18.5 تريبل 18 الرأس والعنق هيد اند نيك 18.5 18 18 18 18 18.5 كوارتر 18 الجسم والظهر بودي اند توب لاين 18 18 17.5 18 18 دبل 18 17.5 دبل 18 القوائم ليج 15.5 16 15 15.5 15.5 15 دبل 15.5 الحركة موفمنت 18.5 18 18 18 17.5 18.5 تريبل 18 17.5 with a total points of 87.70 بمجموع 87.70 بعد تحديد القرار الحكمة نعلن خلال لحظات النتائج. مبروك مقدما للجميع. إذا مبروك النتائج. دي نجلة تبقى في المركز الأول، ألف مبروك لمربى دبي. المركز الثاني أم زيد رفيقة. المركز الثالث سلمة وابل. المركز الرابع أنغام أكمل. المركز الخامس دوحة السيد. The winners of class 1C. Filly number 45 دي نجلة. Filly number 38 أم زيد رفيقة. فيلي نمبر 43 سلمة وابل. فيلي نمبر 41 أنغام أكمل. فيلي نمبر 39 دوحة السيد. يتم الآن تتويج الفائزين بالفئة 1C للمهرات أعمار سنة. ألف مبروك لدي نجلة لمالك مربط دبي للخيل العربية. يتفضل الآن مشكورا سعادة الأستاذ تركي العثمان مالك مربط أجمل لتتويج هذه الفئة. You kindly request for Mr. تركي العثمان, the owner of أجمل ستاد, present this class. ألف مبروك للفائزين المركز الأول. جاء بالمركز الأول دي نجلة للمالك مربط دبي للخيل العربية دولة الإمارات العربية المتحدة. First place go to دي نجلة owned by Dubai Stud
ألف مبروك. يتوجهم في هذه اللحظات الأستاذ تركي العثمان مالكي مربطي أجمل. المركز الثاني أم زد رفيفة. المركز الثاني أم زد رفيفة للمالك خليفة عبد الله محمد ثاني النعيمي. Second place go to MZ رفيفة owned by خليفة عبد الله محمد ثاني النعيمي. المركز الثالث سلمى وابل للمالك صالح عبد الرحمن صالح الوابل. Third place go to سلمى وابل owned by Mr. صالح عبد الرحمن صالح الوابل. المركز الرابع أنغام أكمل الكام أكمل أنغام أكمل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مربط أكمل. The fourth place go to أنغام أكمل owned by His Royal Highness Prince عبد المجيد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أكمل ستاد. والمركز الخامس دوحة السيد للمالك مربط السيد للخيل العربية الأصيلة. The fifth place go to دوحة السيد owned by السيد ستادز. ألف مبروك لجميع الفائزين بهذه الفئة. كل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ تركي العثمان مالكي مربطي أجمل لتتويج هذه الفئة. نرجو من الملاك المشاركين بالفئة الثانية مهارات أعمار سنتين الاستعداد للبدء. We're just about to start now the class 2. Phil is 2 years old. We kindly request for all owners to be ready in the collecting ring. We'll start immediately. Thank you. ألف مبروك لجميع الفائزين ونتابع الآن مع الفئة الثانية مهرات بعمر